دورمي، مرحبا بك في موقع الجماهير. نريد أن أعرف كيف هي الأجواء هناك قبل ساعات قليلة من مباراة الأسود ضد الراس الأخضر. اخويا احنا دابا هنا كنسكنوا في واحد الحي شعبي كاين دار وغادي نجمعوا المغاربه وغادي نمشيو مجموعين حتى التيران قريب لينا نمشيو على زفينا ان شاء الله. هل هناك تفاؤل من بين الجماهير الحاضره هناك على ان يكون هناك الفوز اليوم حليفا للاسود ان شاء الله؟ جماهير جايه من موزمبيق من الدول المجاوره لجنوب افريقيا مغاربه جاليه المغربيه كلها جايه. كنت قبل صرحتي في برنامج ملعب الجماهير على انه الى ما عاونوكش المسؤولين ما غاديش تمشي لجنوب افريقيا، بغينا نعرفوا شكون اللي عاونك باش مشيتو. اي اخويا جينا بالاعانه ديال المحسنين من المغرب اللي عاونونا لان كنا حنا في ملك السكرتاريه كنت لاباس عليا كنت شي برفقي ولكن هذه عام ونص كاين كريس في ايطاليا ما كاينش خدمه شويه الماده وقفات وعاونونا المحسنين انا والمحسنين تنزيل هنا. الاجواء الجو حار سخون، حنا في المدينه دوربان بعيده على جوهانسبورغ 600 كيلومتر، جينا السفر شاق البحر توصلنا ليها. مرحبا بالسي مانولو. السلام عليكم. مرحبا بالسي مانولو. حياك الله. مانولو. الله يبارك فيك اخويا. كي داير الاجواء هناك سي مانولو؟ الاجواء الحمد لله بخير وعلى خير والجاليه المغربيه محمسه والجمهور المغربي اللي اتى من كازا من مراكش من سيدي خاصر من فاس من نواحي على والمدن جميع المدن كاينين هنا المغاربه وان شاء الله احنا غادي نديروا واحد الكورتيج من السكن عندنا حتى الملعب وان شاء الله غادي نفوزوا بجوج وزيرو ان شاء الله. وبعد المناسبه كنشكر لاجونس اللي هو مول خريف في الرجاء البيضاوي اللي هو اللي جابنا من جوهانسبورغ الى دوربان وكنشكرو بالمال الخاص وكنشكرو على ذكر العلم الوطني ربي 4 على 3 متر على اللي فصلوا بنيميريك كنعزو فوق ديال اكبر علم في الملعب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بالاخ في موقع جماهير. اهلا خويا، الحمد لله الاجواء هنا رائعه وعده جماهير جات من عده مدن من جنوب افريقيا والدول المجاوره واللي كنلاحظوا هو ليله امس ترفع سمو العلم ديال المرتزقه المرتزقه ديال بوليزاريو اللي ترفع البحر المغربيه وحنا الحمد لله رفعنا البلاد وشرفنا البلاد وهزينا الرايه ديال المغرب والخارطه ديال المغرب والخارطه ديال المغرب اللي رفعناها وبقياده الاخ الظلمي اللي هو مجند واقف معانا وفي الخريج وما تينعش وما تيخافش. هذا زعما هذا انا راجل مدير في خاصم زعما هذا الاخ راه صاحبي من مده طويله لا هو ولا الاخ مانول ولا الاخ كوجاك ديال مراكش ولا عزبين ومدينه خطيره فيها الكريسه زعما سته العشيه الا ما تقديناش الماكله ديالنا ودخلنا مع هذيك العماره فين ساكنين راه ما يمكنش نخرجوا والحمد لله راه كلشي متحمس هنا وغادي نفوزوا بجوج وزيرو غنفوزوا بجوج وزيرو. شكرا لك. والاخوان السويدين خدمتو راه مانولو حتى هو معنا وحنا اللي كنطلبوا الدعاء يدعيو مع الفريق الوطني ونتمناو لهم الانتصار وحنا حنا ما حنا كاينين راه العالم المغربي هو اللي غيتهز ان شاء الله في ملعب دوربان تتبقى مغربيه. احنا هنا في دوربان من غدا المقابله المغرب غتشوفوا غير الاعلام المغربيه ما كاينش شي واحد يهزنا شي اعلام ولا شي حاجه وحنا مع الشعب المغربي واللي كنطلبوا ان شاء الله الانتصار باش يفرحوا ذاك الشعب اللي توحد في الفرحه المغرب. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي. كنت معنا مباشرة في موقع الجماهير. الله يحييك يا خويا. بارك الله عليك. قالوا الظلم يا عاش المغرب وديما المغرب وحنا نموتوا على المغرب وتنبغوا الشعب المغربي والرياضي الاول جلالة محمد السادس حفظه الله وقلوبنا معه وسوس عطس. الله اكبر الله اكبر. بارك الله عليكم.